الاكتظاظ دابا بزاف الطوموبيلات هنايا راك عارف دابا شنو اسبابه، هو انه يعني كلشي دابا كلشي الازمه ديالو هو الطوموبيل. اول واحد بغى يدير شي حاجه مشروع الاول والاخر هو الطوموبيل اصلا، فهمتيني كيفاش؟ لهذا كثر دابا الترونسبور كثر بزاف. فعلا كنعانيو مشكل كبير ديال الوقوف ستاسيونمون سي سير غابا ونيفو ديال هنا حي اكدال شارع محمد الخامس شارع الحسن الثاني، كاين مشكل كبير ديجا ما كاينينش لي بلاص بور لو ستاسيونمون. البياج كاين بارتو فين ما مشيتي كاين البياج، واخا كاين البياج ما كتلقاش البلاصه، يعني باش تقضي واحد الغرض ديال 5 دقائق كدور تقريبا واحد كدير جوج دورات ثلاثه باش تلقى لا بلاص. صراحه كاينه المعاناه، لان ملي تنجيو في الصباح ما تلقاوش ستاسيون، يعني خصنا نجيو بكري باش نستاسيون. ما جيناش بكري راه غنبقاو ندورو غندخلو معطلين. ويلا بغيتي تقضي شي مصلحه ولا شي حاجه خصك تحطي الطوموبيل وتخليها في محطوطه وتمشي تقضي المصالح بالطوبيس او بالطاكسي او على رجليك، لان الا حركتي الطوموبيل ما غتلقاش فين تعاودي ستاسيون. بالنسبه للمشاكل ما كاينينش غير هنا في اكدار ولا في الرباط عامه، كاين في جميع المدن في المغرب. الحل الوحيد اللي كاين هو السوسول، الا كان ممكن مثلا فاش غادي تكون ان سوسيتي غادي دير السوسول ديالها، يعني البيرسونيل ما غاديش يجي باركي هنايا، غادي يهبط للسوسول. ما كتلقاش والو، كلشي عامر دابا، كلشي الباركينغ خصك تبقى تسنى هنا تيخرج شي حد وعاد تدخل بلاصتو ولا سينا وتغير ولا هذا الشيء اللي كاين. المشكل الاساسي اللي كاين في الحي ديال اكدال ان التخطيط اللي تخطط في الاول مره اللي تبنى هذا الحي تبنى على اساس فيلات، ومن بعد ولا تعطات راس انه باش يتبنى عمارات. دونك ملي تبنى عمارات ما كاينش العدد ديال مواقف السيارات الكافي بالنسبه للسكان، لان العدد تضرب في 10 او 12. ملي ما كنلقاوش البلايص يعني كنضطروا ناخذوا من عندهم السوارت، يعني كتخوى شي بلاصه عاد كنبلاصيو لهم الطوموبيلات ديالهم. كتسنى كتنتظر كيضيع، كاين اللي كيضيع عليه الوقت، كاين اللي بارتيكولي ما عندوش مشكل كيقدر يتسنى مثلا على ما هذا، سينا راه كيمشي يدبر شي بلاصه اخرى ولا كيشوف هو الحل ديالو ثاني. كل واحد ما تلقاش بلاصه، اللي ساكن في عيما اللي ساكن في ديزابارتمون تيستاسيوني، اللي خدام تيستاسيوني، اللي جاي ياكل تيستاسيوني، يعني فين غادي يستاسيون هذا الشيء كامل؟ وكاين اللي كيستاسيوني من الصباح من 8 حتى 6 العشيه مثلا بار اكزومبل. يعني شنو الحل اللي كاين هو اللي سوسو. انا كنتمنى من المسؤولين باش يشوفوا هذا المشكل، كاين حلول بديله كنظن، ومسكون نابيل لي باتيمون باركينغ، كنظن هذا حل هو الحل اللي غادي يكون. علاش؟ لان الشوارع الاكثريه ديالهم ضيقه، كنلقاو ستاسيونمون ادغوات اغوش، بارفوا كنلقاو المنع، كاينه المنع، انت راه فين ما مشيتي كتشوف فيه المنع. دونك كنتمنى من المسؤولين باش يفكروا في هذا المشكل هذا، فهمتي راه كاينه معاناه ديال السائقين. والان واخا هذه العمليه اللي كنظن كتقوم يعني في طور الانجاز ديال توسيع الطرقات، غيبقى المشكل دائما قائم اذا حاليا اذا ما تحل شيء بصفه جذريه، وهو يعني بناء مواقف تحت ارضيه هي اللي غتحل المشكل. لان احنا ما عندناش امكانيات بحال الامير الكين كيعملوا الموقف فوق العماره، لان عندهم ديزاسونسور كبار كيطلعوا الطوموبيلات ديالهم فوق العمارات وكيستغلوا السطح، ولكن كيمكن المواقف تحت ارضيه تحل المشكل بشكل كبير. ستاسيون في اكدال ما كاينش نهائيا، كاينش ستاسيون. بحال انا خدام انا في هذه الشركه، كنجي مع 7 ونص الصباح، خدام مع 8 ونص، كنجي مع 7 ونص باش نشد بلاصه باش نستاسيون، كاينش ستاسيون. زيد على هذا الناس ديال الامن حتى هما كيمنعوا الناس ستاسيونمون في شي بلايص. بحال دابا انا الا درتي شفتي راه الخمسه د العشيه حيدوا هاد جوج طوموبيلات اللي موراك ما يبقاوش مستاسيونين، والناس هادو راه خدامين حتى السته خصهم يبقاو نورمالمون حتى السته د العشيه. المعاناه بحال كاع المغاربه ما تلقاش فين الباركي، كنبقى تندور بحال دابا فاش جيت لقيت هاد البلاصه هادي تبقيت كندور واحد القسمين، وماشي بلاصه اصلا طالع فوق التروطوار واش هادي ستاسيونمون، يعني راه ما هي كتحطها في يد الله وكتمشي بحالها. الناس اللي كنخدموا معاهم كيجيو معظم الاحيان ما كنلقاوش فين هي بلاصه، يعني ما كنصوروا مع اللي كيوقف في الكتاب السيدي ولا شي ما عندك ما تصور معاه،